اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. إلهنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقامين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا.